هناك مثل في العرب: عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يثنى عليهم لأنهم ساروا بالليل، فلما أصبحوا وجدوا أنهم قطعوا مسافة عالية. هذه وردت في جملة حديث عند الطبراني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه بعد المغرب، وأتى قوم وكانوا مسافرين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يصحبكم شاعر، وعند الصباح يحمد القوم السرى. طبعا هذه لم تصح في هذا الحديث، لكن أول من قالها من؟ أنا ذكرتها لأنها تتعلق بالشعر. قال: لا يصحبكم شاعر، عند الصباح يحمد القوم السرى، وهو حديث طويل ولكنه لا يصح. أول من قالها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. كيف؟ ذكر ابن كثير في البداية: حتى أبين لكم حالنا وحال الصحابة رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر ابن كثير في البداية، في معركة اليرموك بين المسلمين وبين الروم، كان خالد بن الوليد في العراق، وكان الصحابة يحاربون من؟ يحاربون الروم في الشام. فقال هرقل: لأشغلن أبا بكر بجيوش الروم. فقال أبو بكر: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، لأنهم أصحاب شهوة ولذة والشيطان يأتيه. قال: لأشغلنهم بخالد بن الوليد. فلما حصر المسلمون في الشام، وكان عدد جيش المسلمين ما يزيد عن 20,000، ولكن الروم أكثر من 120,000، فاستنجدوا بمن؟ استنجدوا بأبي بكر بالمدد. ليس هناك مدد، المدد إنما هو خالد بن الوليد في العراق. فأرسل إليه، أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن اذهب إليهم في الشام، فإذا وصلت إليهم فأنت أميرهم. كيف يأتي إليهم؟ هناك مسافة فيها مفاوز، فيها صحراء. ولذلك رافع الطائي كان يعرف، قال: إني أعرف هذه الطريق يا خالد بن الوليد، أعرف هذه الطريق، فيها من الموت ما فيها، هذا هو الهلاك المعجل. قال: سنطرقها حتى يختصر الوقت والزمن. سبحان الله، يقول لي أحد الباحثين، يقول: هم الآن يدرسون الخطط العسكرية لخالد بن الوليد، ومن بينها كيف قطع تلك المسافة من العراق إلى الشام، يدرسونها هم، ونحن في وسائل التواصل سب وشتم وضياع أوقات وهدر وهدر، وأنا قيل وقال، والناس يشتغلون بما؟ بسيرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، فماذا صنع؟ اشترى 100 ناقة وعطشها وأشربها ماء وسد أفواهها، ثم رحل، فانطلق مع هذه الطريق المهلكة. فلما سار قال رافع له: لن تصل إليها إلا بعد 5 أيام. فلما سار وإذا به بعد 2 أيام، إذا بالناس على وشك الهلاك من العطش، فماذا صنع خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ نحر الإبل وشق بطونها وأشرب الناس الماء وأكل من اللحم، ثم سار. فلما بلغ 4 قال رافع: هذا هو 4، إن رأيتم أمامكم شجرا من السدر فهذا هو النجاة، الماء قريب منه، وإن لم تروا فهو الهلاك. فلما بلغوا في 4 إذا بهم يبصرون بعد، مع أنهم مجهدون، إذا بهم يرون شجر السدر. فألقيت بعض الأشعار، لو كان المقام يتسع لذكرت، لكن ألقيت أشعار في ثناء رافع وفي ثناء خالد بن الوليد. فلما وصلوا إليهم وأحاط الروم بالمسلمين، انظروا عظمة. فالشاهد من هذا أن من حضر؟ أبو سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت أظن أني أشهد محضرا مثل هذا المحضر، ولكن أعطيكم رأيي. ليذهب الثلث الأول أمام الروم، والأثقال يحملها الثلث الآخر، وخالد في المؤخرة. وبالفعل قالوا: نعم الرأي رأي أبي سفيان. الأمة بجميع أفرادها، حتى من أسلم مؤخرا كأبي سفيان له تأثير في الأمة، لما لا يكون لك تأثير في الأمة؟ ضياع إلى متى؟ ولذلك لما أريد أن أرجع إلى الأصل، لما وصل خالد بن الوليد في 4 ورأوا شجر السدر، قال لهم رافع: رأيتم شجر السدر فقد نجوتم بإذن الله. فقال خالد بن الوليد: وعند الصباح يحمد القوم السرى. قال ابن كثير رحمه الله في البداية: فسارت مثلا في العرب.